بس اخباركم؟ مش هتعودوا كده زي الويكاند عندكم كده وصوف في التحليل ديال السوق كما كنقول لكم. راه نهار الويكاند راه ماشي نهار ديال انك تخرج الدور ولا تخرج القهوه ليا ولا تخرج تفرج لي في الكوره، خصوصا السيمانه ما كاين لا كوره لا والو. فمن الاحسن تستغلوا انكم تخرجوا ديروا واحد تحليل السوق، واحد القراءه عن مارشي كيف مشى في هذا الويكاند، تريد ديالكم كي كانت ارباح خساره. فالاخوان مساء الخير ومرحبا بكم في لايف جديد عبر قناتكم تريدين عربيا. فبالنسبه للكونسيبت اللي هضرنا عليه وكنا درناه ديال اننا ملي نوصلوا 3000 ابوني في الشان ديالنا في يوتيوب، فجميع الناس اللي كانوا سطوا لي ميساج صيفط لهم كاملين الجروب ديال التليجرام. هاد الجروب غنعلمهم فيه المجال كامل، وان شاء الله اللي غيجيب تيست غير في الديمو نخلصوا ليه كاملين. احنا من عندنا هذا نعتبره صدقه في الميزان ديال الحسنات ديالنا، ونتمنوا التوفيق للجميع. الاخوان مرحبا بكم في اللايف. اليوم غنهضروا على بزاف، غنهضروا على سمارت موني، غنهضروا على اي سي تي، غنهضروا على الاوردر بلوك، غنهضروا على البرايس اكشن. غنعرفوا اليوم الاخبار شكون اللي صيفط لي بغى يطلع معنا. محمد المحمدي مرحبا خويا، انا دابا نطلعك. خويا شحال يخصنا ديال راس المال؟ على حسب خويا ولا اختي باش باغي تبدا. الا كنتي باغي تبدا مع شركه التمويل فهي خاصك تقريبا واحد 100 حتى 120 دولار حتى 150 دولار، ما بين الاكونت ما بين الداتا ما بين كل شيء غيخصك واحد 120 دولار. مع من قريتي سمارت موني؟ قريتها مع من قريتها؟ قريتها مع اشرف حكيمي. كنت انا وياك نريحو في نفس البلاصه، هو كيريح قدامي، وكان ذاك اللاعب ديال المغرب هو الرحيمي كان كيريح قدامنا ذاك النقال. كيفاش مع من قريتي سمارت موني؟ قدرت تسول فين تعلمتي سمارت موني؟ كيفاش تعلمتي سمارت موني؟ ماشي مع من قريتي سمارت موني. خي اشرف الله يكبر بيك، الله يعزك، تحياتي ليك تتا. كما قلت لكم لايف اليوم غنهضروا لكم على السمارت موني. كما قلت لكم غنهضروا، غيكون درس نظري ودرس تحفيزي. كنتسناو غير الصديق معنا يطلع معنا. كما قلت لكم غيكون درس نظري ودرس تحفيزي. غنحاول نشاركوا لكم ما هو نظري، ما هو تطبيقي، ما هو علمي، ما هو اكاديمي، وغنشاركوا لكم مع هو تحفيزي. لان انا كنامن في هذا المجال، ماشي في هذا المجال، ماشي من اي مجال اخر. اللي كنتي موتيفي وكنتي من الساعه تخدم وكانت النفسيه مرتاحه غتنجح، ما تحتاجش شي حاجه. اما شي حاجه اخرى، شي مجال اخرى بحال مثلا بحال اي كوميرس، اي كوميرس تكنيك اهم من اي حاجه، ولكن التريدين النفسيه اهم من اي حاجه. فالنفسيه هي اهم حاجه. واش الشركه التمويل زعما خويا تيق؟ اخويا راه خدامين حنا مع اغلبيه الناس اللي كيتريديو خدامين مع شركه التمويل. لانك باش تريدي فلوسك فالبادجي ديالك غيكون 100 دولار 200 دولار فغتكون قليله، والتارجت ديالك في الشهر يكون 10% يعني راه يلا غتستهدف 20 دولار. اما مع شركه التمويل كتبدا بواحد البادجي ديال 100 الف دولار، لان حقا تحط التارجت ديالك غير 1% في الشهر فغيكون هو 1000 دولار. يعني مع ما كنقصد الاستاذ ماشي شكون كان معاك. خويا تعلمنا من عند بزاف، درنا مكالمات مع الناس، درنا ابل فيديو، درنا المنتورشيب ديالنا، فاشي كله تعلمناه. ولكن ماشي انت غتمشي ديرو من دابا، انت تعلم هادشي الفيديوهات ديالنا اللي لايحين في اليوتيوب راه كافينك. دخل تفرج، فهم المجال، ابدا، وكل ما انت كتحقق ربح كل ما كتزيد ديفلوبي راسك. ماشي انت من النهار الاول غتمشي نيشان تقلب على شي واحد طيب باش يدير معاك المنتورشيب ولا شي حاجه. بحال واحد الصديق البارح كنت شفته كان دوا على شي واحد كيدير المنتورشيب، وقال لي هو في المنتورشيب قال لي انا الصفقات ديالي نسبه الربح ديالي 40% 50%. واش تا غدير مع منتورشيب واحد نسبه الصفقات ديالو 40% 50%؟ بالعكس، المنتورشيب خاصك دير مع واحد نسبه الصفقات ديالو خاصها تكون فوق فايته 85% فايته 90%. لان ها الناس اللي كيكونوا فايته 85% 90%، كاين الناس اللي وصلت على 95% لانهم كيدخلوا براس مال كبير كيعملوا ان المارشي ما غيرجعش عليه، ولا رجع عليه كيبقى صابر حتى كيرجع لهاد المارشي طريقه. خويا كتعاون مع الشباب، الله يجعل ربي يسهل عليك. الله يحفظك اخويا اشرف. درنا لهم واحد الكونسيبت زوين، اننا كنا درنا اننا نخلصوا ثلاثه منهم تيست. من بعد ما لقيت انني وصلني حتى من 60 ميساج، جاتني حشومه انني نبدا نعزل من دوك 60، نعزل غير ثلاثه الاخرين. درت لهم جروب ديال التليجرام، غنبارطاجيو معاهم الفيديوهات، يتعلموا المجال، مشيو يحاولوا يجيبوا التيست في الديمو. فاللي غيقدر يجيب التيست في الديمو نخلصوا ليه، واللي ما يقدرش يجيب التيست في الديمو يعني ما عنده ما يحتاجش تخلص عليه، لان غتخلص عليه غتضيع فلوسك. لان كاين واحد صيفط لي لان ما جابش التيست جوج مرات، والثالثه قدر نجيب. قلت لي حاول جيبو بعدا في الديمو، يعني بحال انت غتضيع فلوسك الا بقيتي
نخلصوا لك في التيست. فاحنا درنا معهم كونسيبت زوين في جروب تيليجرام، كل شيء كيشارك يعني كل شيء غيبارطاجي، اللي غيبدا يبارطاجي معنا غيبارطاجي معنا من النهار الاول، كنا غنعرفوا ادخل شحال دخل شحال دخل شحال جاب، وملي غيسالي الشهر غنشوفوا الناس اللي قدوا يجيبوا التيست. لا كانوا بزاف غنحاولوا نعزلوا منهم 10 الاولين و10 الاولين الاخرين نخليهم من بعد، كانوا قلالين فنخلصوا الناس التيست ديالهم، ونتمنوا التوفيق للجميع. نكملوا الاسئله ديالكم. اوكي عندي شي هضره وخا طلعني. مرحبا خويا، مرحبا، فاش باغي تهضر؟ كيفاش التيست؟ التيست اختي هو واحد شركه تمويل. دابا شركه تمويل اللي كتعطيك راس مال مثلا، كل شركه تمويل شحال كتعطيك في راس المال؟ كاين شركة تمويل اللي كيعطيوك 50 كا، كاين اللي كيعطيوك 100 كا، كاين اللي كيعطيوك 200 كا. هاد 200 كا ماشي انت غتجي مع السلام عليكم غتصطي لي ميل غتقول لي راه بغيت 100 كا نبدا نتريدي فيها، غيقول لك هاك يا. ما يمكنش، لان هادي في الواقع راه ما يمكنش. البنكة غتمشي عندها غتقول لك جيبي الضمانات، جيبي شحال كتوجي في الصالير، جيبي الاتاستاسيون الصالير، جيبي شحال ديال الكريديات عليك، جيبي وراق الخدمة، جيبي وراق السينيسيس. فكي كترو لك الهضرة فبحال هكا شركة التمويل، غير هما شركة التمويل واضحين. دابا هما شركة التمويل كيحطوا واحد القواعد، واحد معدل خسارة يومي ومعدل خسارة ديال تراجع نهاية كل يوم، يعني ديك الخسارة ما خاصكش تهبطي لها. هما كيعطيك واحد الامتحان تجريبي بحال البيرمي. دابا البيرمي ماشي غير يهزوك الطوموبيل يعطيك السيارة ويقول لك خرجي سوقي، وديك الساعة تخرجي الشانطي اصقتي مزيان يعطيك البيرمي، ما خبطتيش شي جوج ثلاثة ما يعطيكش البيرمي. لا، داكشي اللي غدوزي في البيرمي بحال هكا، حتى ما كيديروك امتحان تجريبي. نفس الشروط اللي غتخدمي فيها في الاكونت ديالك كيعطيوك امتحان تجريبي. عندك واحد الهدف مثلا، عندك يعطيك 100 كا، ففي الاخر ديال الشهر كيقول لك 100 كا حاولي تضاعفي لنا، جيبي لنا منها 5%. لا قدرتي تجيبي من 100 كا 5% غتنجحي في الامتحان وتاخد 100 كا حقيقيه. ها نادي توب عليك داكشي. خي اشرف انا في الانسالي اللايف ونصيفط لك اللين ديال التليجرام، ودخلنا حتى حنا تاني خويا في الجروب. خويا يسطو لي ميساج باش ندخل في الجروب، انا ما بغيتش نبارطاجيه في ستوري، لان البارطاجيه في ستوري غيعمر الجروب بزاف، ولا عمر الجروب بزاف ما يبقاش الافاده. فهادشي كنحاولوا حنا الناس اللي مهتمين واللي خدامين واللي بادئين في المجال ندخلهم، ودرينا حنا جروب ديال الناس اللي يلا باغيين يبداو. خويا في الديمو اين من الصو شحال خاصك تجيب؟ انا نينجا تريدر ما كيعطيكش لما كنتيش مخلص التيست، فانا مع النهار الاول خلصت التيست. ولكن كاين اف تي مو، كنظن انا ما عمرني ما جربتها، كنظن انهم كيعطيوك ان دوز تيست في الديمو. خي ياسين انا هضر معاك على السمارت موني بالضبط. مرحبا خويا، مرحبا، انا نطلق معايا صافط لي ميس ما صافطش لي والو، احنا نقبلوك. خي ياسين فين كاين اخويا التليجرام؟ خويا احمد صيفط لي ميساج وندخلك ان شاء الله الجروب ديالنا ديال التليجرام. مرحبا بكم الاخوان، واش كتسمعوني بعدا؟ خويا يلا السلام عليكم. واش اخويا صافا مزيان؟ مرحبا خويا، كي داير انت؟ بخير صحه لاباس؟ عافاك الله يستر عليك. مرحبا خويا، خدمه الحمد لله، كي دوزت هاد الويكاند في الخدمه؟ شويه اخويا وصافي، ما كاينش خدمه في الويكاند راك عارف. لا ولكن الويكاند هو راك كما كنقول لكم كدير الباك تيست، كد اناليز الصفقات ديالك، فين دخلتي فين خرجتي شنو، فين ربحتي فين خسرتي، فين كان خاصك تدخل. نعم ودير شي مشاكل صحيه ودير اش غنقول لك، راه التداول اخويا راه طلع لي الطونسيون، راه عرفتي شنو، وراه هذا هو المشكل الاخ ديالي، راه هذا هو المشكل التريدين، هذا هو الصعيب فين، الجانب المظلم فيه هو انه فيه لك الصحه. صار عندي الطونسيون 15 جامي وصل لهذا النيفو كاع. هو اخويا الصحه هي الاولى، حاول انك ما تبقاش تبريسي على راسك. وراه كما كنقول لكم انا اصلا حاولت ادخل في النهار، دخل واحد جوج دخلات ولا ثلاثه، ما تبقاش حاضر المارشي، لان انا بعد المرات كنبقى حاضر المارشي بزاف كنحس راسي صافي كيمشي. ماشي كيستيو ديال الدخلات، دابا راك عارف حتى السمارت موني بالضبط، يعني كان لك شي كتخدم على واحد التايم فريم اللي هو كبير، لا يعني كنت كتخدم على واحد 4 سوايع ولا هادي، يعني غادي تسنى غادي تسنى التريد ديالك حتى يوصل عندك، راه ماشي انفو غادي تفتح مارشي غادي تدخل صفقه. ايه دابا راه نقدر انا مثلا نتسنى سيمانه ولا نتسنى 5 ايام وكذا عاد باش نفتح صفقه. لا ولكن باش تفهمني اخويا، باش نتواضحوا، راه المارشي في ديك البلاصه اللي غيوصل لها في السمارت موني راه ما يوصلش لك مع جوج ديال الصباح ولا ثلاثه ديال الصباح ديال التوقيت ديال اسيا. امتى غيوصل لك؟ غيوصل لك مع الحله ديال لندن، مع الحله ديال نيويورك اللي كتكون السيوله اللي غدفعوا انه يوصل تما. اما في
هذيك اللي لقيت غير من 10 ل 11 12 وحده، فقليل فيك تكون السيوله تما، فقليل فيك يكون تريدين. يعني بعد من ديك 10 تقابل من 10 ل 12 راح هذه البيس، لان يعني اصلا ما كتكون السيوله، ولو صلي ما تستناش انه يعكس عليها ولا يهرس. ما كتكون سيولة بالنسبة لليو اس دي، اما مثلا في البوند ولا الين ولا شي حاجة كتكون سيولة شوية، سيرتو في سميتو في سيسيون اسيا. بالنسبة للباوند، بالنسبة للين الياباني هو اللي كتكون فيه سيولة في آسيا. البوند، البوند والين بجوج عاش اللي قلت كتكون لك؟ فيهم سيولة. نعم قال شي اللي قلنا لك، احنا في مثلا في اللي كتريدي في الدولار فراه عنده قايتو، كتريني في الباوند راه عنده قايتو، راه كل ماشي عنده قايتو ديالو فين كيكون هو خدام. مثلا بحال في الين الياباني مع السبعة ديال العشية اش غتستنى منه؟ ما غتستنى منه والو، لان اصلا السوق ساد والناس راه مشاو ينعسوا في الشناوة في أوروبا في اليابان. اصلا السبعة ديال العشية راه تيبقى هو لي زالغوريثم دو تريدين، تيبقى هما اللي تيبقاو قدامين، يعني أرى الشيء اللي بغيت الباشونير نوصل لك، يعني والسلام ما كيكون. يعني ما تحتاجش تبقى حاضر الماشي. واش كتسمع العكس لي ديال بعدا؟ واش كتسمع لي كنسمعك، كنسمعك اخويا ياسين، كنسمعك. دابا واحد القضية بعدا، راه ما هو راه ما فهمش، هو راه قال لك ياخد تريد واحدة في السيمانة ولا 5 ايام، هذيك تريد واحدة في السيمانة راه بحال كدير سوينغ. الا كنتي كدير بحال هكا راه خصك تكون كدير النوع ديال التريدين، خصو يكون سوينغ، يعني انت كتسوينغي اسمع خاصك تريد ياسين، نهار. ياسين نعم خويا. ياسين، شتي دابا شتي الموفمون اللي دار الجولد هاد السيمانة هادي، اها ما تريديتش فيه انا حتى نهار الاربعاء، فاش وصل لونيفو ديال 1717. واش من هاي اش من تايم فريم كتخدم به في الهاي تايم فريم؟ هنا اش من كم انا بالضبط سمارت ماني، باش يكون عندك شيء اكزاكت، كان بازي على الديلي والكات اوف. هكا كل الدايل الا كان في الديلي والفور اورز راه ماشي بالضروره غتبقى تستنى 4 ايام 5 ايام، راه حيت غادي تحدد الليفلز ديالك في الديلي. دابا شنو اش من الماركت بعدا كتريدي؟ كنت تريدي جي البوند، جي بي واي والجولد وسميتو بترول، ومرة مرة في البيتكوين، ولا على حسب البيتكوين في الويكاند، لكن مرة مرة كدا مثالي. وبعد راه اول نصيحه بعد اول حاجه شد سوق واحد، فهمتي؟ باش تكونوا مفاهمين، لان الاسواق راه ما كتشابهش، والالغوريتم ديال الاسواق في الحركه ديالها ما كتشابهش، والسيوله ما كتشابهش. الناس داك الحركه اللي كتحرك الناس داك ماشي هي الحركه اللي كتحرك الجولد، ماشي هي اللي كتحرك الاس ام بي، ماشي هي البترول. يعني انت في الاول غتحاول بعدا تركز على سوق واحد تخدم عليه تتحافظه مزيان وتميتريزيه، ما تبقاش تريدي من سوق لسوق لسوق. غتاخد واحد السوق اللي فيه السيوله، ما غتبقاش انت تتسنى، ما تبقاش انت تتسنى سيمانه باش تدخل تريد ديالك. غادي الهاير تايم فريم غادي تبدا من الشهر والاسبوع والديلي والفور اور والساعه وال15 دقيقه وخمسة دقائق، وكتاخد التريد ديالك في 2 دقائق وفي دقيقه. يعني هذاك الشهر والسيمانه عندك الشهر كتعرف هذاك الشمعه فين غتقدر تمشي، كتشوف انت كدير التحليل ديالك كتقول هاد الشمعه واش غتطلع ولا غتنزل، اش من النيفو وصلت ليه. حيت دابا هادشي اللي باغي نقول لك انا. دابا انا على حساب دابا قلت لك ما تريديتش فيه فاش زاد ديك الموفمون ياك، لا ولكن خصك تفهم دابا انت راه انترا داي، انت راه ماشي سوينغ باش تبقى تستنى 5 ايام، فهمتيني؟ تقدر ما تريديش نهار يومين ايه، ولكن مره في السيمانه راه فهمتي هاد خصك تكون كدير سوينغ. انت دابا راه انترا داي، راه غتمشي تحدد في ربعه السوايع. خاصك عنده بعد راس المال ديالو. لا هادشي خصك تمشي تحدد في ربعه السوايع. دابا باش طلعت انا في اللايف، دابا خلوني نهضر انا بعدا نفهمكم شنو لي سطوار. دابا انتم كديروا على شركه التمويل، لكن دوك شركه التمويل هما اللي ما بغاوش يتفهموا لي انا. انا خدام فري، انا غنبارطاجي معاك لي ديتاي ديالي في بريفي. مرحبا، غنوريك لي تريد اللي انا باقي داخلهم دابا، اللي باقي انا في المارشي دابا، باقي في البيع ديال البيتكوين من 21400، باقي بيع البيتكوين دابا. دابا انت كدير سوين، فهمتي؟ هذاك الشيء سوق انا شريت الذهب فين واصل دابا؟ انا شريت الذهب من 1000، شريت الذهب تقريبا من 1618 و 1617 300، وباقي شاري الذهب لحد الان دابا. راه داك الشيء علاش سولتك اخويا. كي هولدي هو كيدير بوزيشن، كيدير سوينغ والبوزيشن، ماشي الانتراداي ولا السكالب. راه داك الشيء سولتك، قلت لك اش من نوع ديال التريدين كدير باش نعرفوا حنايا. انت راه ماشي انت ما كديرش الانتراداي ولا باش غتبقى تريدي كل نهار، داك الشيء علاش سولتك.
دابا دابا انت داك انت دابا داك كتري، التريد كل نهار اخويا هو اللي تلعب لي على النفسيه لا ديالي راه ما انا خاصكش راه تريدي كل صعب نهار، انت كدير وانت كدير السوينغ وباغي تريدي كل نهار، السوينغ راه كيتريديها مره في السيمانه ولا لا خبارك تسكالبول انا في الاول وعطيت شحال دوز عرفت شحال مرجن تاع خويا تقريبا راه مرجن شي 3000 دال الدولار اللي مرجن انا تخيل والمهم اقسم بالله يا اخي اقسم بالله ما عمري تريميت في الديمو فاهم انت القضيه هذه انا كاينه 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 راه كاينين الناس ما اش كندير اش كيمشيونيش اللايف. كندير كنخدم كنشد 10 دولار كنحولها للسنت كتعطيني 1000 سنت وكنبقى نتريدي فيها باش نربي النفسيه ديالي ونخدم وكذا فهمت راه هذيك هي الخدمه. راه ما خليت حتى مدرسه دابا سولت الدري قلت ليه مع من قريتي لي سي ام سي هو مشى يعني شكون كان معاك وكذا راه ما خليت كاع المدارس دوزت ما دوزت الموجي التوافقي دوزت لاسكا دوزت اي ام ماستر اكاديمي كاع كل المدارس دوزتهم وفجيت فجيت السمارت موني كونسيبت راه كنت فلاي سيتي بعدا هي الاولى شحال من عام شحال ديال الوقت وانت كتريدي؟ هادو قريب باقي لي شهرين ونكمل 3 سنين في الدومين وما شديتي حتى مدرسة وحدة وبقيتي فيها؟ كنت خدام بالموجي قبل كنت خدام بالموج فاش دخلت فاش عاود ليا واحد الدري صاحبي قال لي ودي سمارت موني كذا كذا ومشيت تنقلب على هاد السمارت موني اش فهمت مشيت كنقلب عليها وهادي ومن هنا عجبني دوك سيرتو ديك الريسك ريورد ديالهم كيخدموا بواحد الريسك ريورد ناضي بزاف يعني تقدر صفقه تكوفري لك على 20 صفقه ستوب لوز مشيت تنقرا على السمارت موني مع من قريت مع واحد مغربي وزاديها بالسكول ديال بي تي ام ام واحد المدرسه ديال بي تي ام ام سميتو محمد مهمه كنت قريت معاه كنقول هذا راه كيخدم بلي مويان افريت راه موفيز افير مشيت تنقلب فين من تحت في مول اي سي تي براسو اي سي تي قريت مع الاي سي تي ساليت منه دزت من عند اي سي تي دزت عند زدام كابيتال ساليت عرفتي زدام كابيتال عرفت عرفت ساليت زدام كابيتال دزت عند فانتوم ساليت فانتوم دزت عند فوتون مشيت الفليبين ماركت انا غنوريك واحد الكتابه هو ديالو هو عندي هنا اوا فليبين اوا فليبين ماركت شفتيه عرفت الكتاب عرفت عرفت انا دابا راه معاك راه يلصني لي بين بامدا اليز انا شوف اوا اخويا شنو نقول لك دابا انت دابا انت بحال ما شديتي حتى حاجه انت عارف بزاف ديال الحوايج وما شديتي حتى حاجه لما بالعكس هو تما دابا باش مزيان ما تقرا عند 3 ولا 4 دابا كل واحد كيختلف في لونطري ديالو فهمتي المهم دابا انا غير قلت لك زعما انت قريتي بزاف ديال الحوايج ولكن مازال ما شديتيش في شي حاجه اللي غتخدم بها يعني لا مازال تال خدام اش نقول لك راه تقريبا راه 6 شهور ولا 7 راه باش خدام دابا في الريير وتقريبا تبارك الله اللهم بارك راه مضوبل لاكونت ديالي في 4 المرات ولا 5 ايوا تبارك الله دابا انت مع فهمتي قلتي لينا مع قلتي لي انا راه عندي مشكل في اس ام سي دوخاتني ما بغيتش نفهم ما تفهمتش ليه هادشي اللي هادشي اللي ما فهمتش انا هادشي اللي ما فهمتش ما عرفتش السؤال ديالو بالضبط شنو هو حيت قلتي انا دوخاتني اس ام سي ما فهمتهاش شركة التمويل اللي ما تفهمتش ليا يعني انا شركة دابا شركة التمويل علاش ركب عليك العصاب ملي تبار علاش ركب عليك العصاب حتى ملي الاكونت ديالك زعما بخير شنو هو المشكل عندك اللي يركب عليك العصاب زعما هو المشكل اللي خلاني انا نتستريس دابا انا اخي عندي واحد المشكل دابا انت دابا مثلا ساليتي التريد ديالك خرجتي مشيتي القهوة ياك وانا كنمشي للقهوة اقسم بالله كنمشي للقهوة كيبقى عقلي خدام افهم تخيل ولات عندي واحد الادمان خاصني ما نوضش خاصني ما نخرجش من الدار خاصني ما نحيدش من حدا بيستي خاصني نبقى حدا دابا هادشي علاش ركب عليك انت الاعصاب التونسيون اقسم بالله وليت نفكر والله تفكرت قبيله نمشي عند الطبيب النفساني اقسم بالله كندوي معاك هضره من القلب عادي ماشي مشكل تقدر تمشي عنده راه عادي شنو سميتك اخويا بعدا شنو سميتك اسماعيل سميتي اسماعيل خاي اسماعيل دابا انت شنو واقع لك دابا تجيب انا مدايز من هادي دابا شنو واقع لك دابا انت شنو كتقول بينك وبين راسك كتقول لا واقيلا السمارت موني اللي خدامه لا الاي سي تي اللي خدامه وفي نفس الوقت راه هما بجوج خدامين وبجوج خدامين لا لا ماشي 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 هاد الشيء اخي ونفس المشكل كيوقع لك حتى في التريد ديالك شنو كيوقع لك حتى في التريد ديالك كتقول لا غندخل انت كتدخل وكتربح
ولكن ديما خاصك تبقى حاضر بيسي توصل ديك البلاصه، ما كتدخلش دابا تعصى كدير السوينغ. السوينغ الناس راه كيخليو التريد وكيمشيو وكيسدو البيسي ما كيغبروا عليه كاع، لان كانت السوينغ حاط فين خاصو يوصل لك وفين خاصو تدخل وفين خاصك تخرج، ماشي بحال الاعتراض هاي. ودابا دابا المشكل اللي عندي اخي هو هو اننا انا خدام، انا عندي لا استراتيجي ديالي، عندي لي كونديسيون الطرق قبل ما ندخل الصفقه، كنشوف واش دوك الشروط اللي عندي في ديك الاستراتيجي ديالي واش كاين، فهمتي واش كاين دوك لي تريد، يعني واش عندي هادي واش عندي هادي. عندي اوكي بسم الله توكل على الله ندخل. دابا المشكل اللي عندي بيني وبين راسي هو تنقول انا يعني باقي خاصني شي حاجه اخرى خاصني نقراها، يعني انا مازال ما واصل. راه الشيء اللي بغيت نقول لك دابا، راه الشيء هذا المجال راه التكنيك راه غير 10% والنفسيه هي 90%. راه الشيء اللي كنقول لكم، راه قدرت تفرج في السيشن في الانسي اللي تفرج في السيشن الفيديوهات ديالو ومشيت تكون النفسيه ديالك مزيانه ومشيت تبقى خدام 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 وتهضم المجال، راه النفسيه هي اللي كتهتم اللي صعيبه، اما الاستراتيجي كلهم خدامين وكلهم راه بحال الاي سي تي بحال سمارت موني، كلهم كيركزوا على البرايس اكشن، راه كيبدلوا السميات بحال السبلاي بحال الدوموند بحال الاوردر بلوك بحال السيبور بحال الريزيستونس، راه الاستراتيجي كلهم كيتشافوا عا كيبدلوا السميات باش يقادوهم وكل واحد يقول لك هذه الاستراتيجيه ديالي. اما اللي خدام في هذا المجال واللي كيخليك تلونسا واللي كيخليك تبقى مرتاح فيه وتكون قوي هو النفسيه ديالك. لكن النفسيه ديالك قويه وديما ما كتبقاش خايف من داخل المارشي، داخل المارشي كدير انت بحال خدام داخل خدمتك هذيك، خدمتك غتخسر تربح تخسر، على اي مجال غتربح تخسر فيه. ملي كدير المارشي انك داخل واش شي دابا دويتي معايا انا اخي، اقسم بالله تا غنبارطاجي معاك لي ديطاي ديالي، فهمتي دا الاكونت ديالي وغتشوف. ورا فهمتك اخويا، دابا انت راه دابا انت كتربح ما مرتاح باش تقول لي ديك القضيه. انا ما عنديش، انا ما عنديش مشكله تقاس ستوب لو. ما كنسمعكش اخويا مزيان. ولا 15 ما كاينش مشكل، بروفيت عندك فيه 40 ولا 50، يعني صفقه وحده غتكالي لك على بزاف. ودابا انا هاد دابا هاد ستريس اللي شادني انا هو يعني خاصني انا مع يعني نكون وان فيز وان مع شي واحد اللي هو هارب في الدومين باش نعرف راسي واش انا مقتنع بهذا الشيء اللي عندي. يعني انا مازال ما عنديش ديك القناعه داك الشيء اللي قاري انا، يعني نقول مازال خاصني نزيد، واش فهمت؟ دابا انت كتقول خاصك تزيد، راه ضروري خاصك تزيد، راه العلم ما كيوقفش، هاد راه باش تعرف هادي راه معمر العلم، معمر العلم ما كيوقف، وديما ديما خاصك ديفلوبي براسك. ملي كتوصل شي نيفو خاصك تزيد في النيفو، ولكن انت كتقول لي انا ما مرتاحش نفسانيا، انني ما كنقدرش نبقى سيطر ولا نبقى حاضر، ما كنقدرش نخرج ما كنقدرش، فهذا عندك مشكله نفسانيه، ماشي التعليم ديالك ولا التكنيك. غير التكنيك خاصك تكون انت مزيان فيه وكتضرب، ودابا انت قلت لي انا كنضرب سباقات مزيانين، دونك انت راه ما عندكش مشكله في التكنيك، التكنيك راه كتبقى ديفلوبي فيه وصافي غتبقى تطور فيه، ولكن انت عندك مشكله في النفسيه انك ما كترتاحش، خاصك ضروري تبقى حاضر المارشي. هذا هو المشكل، النفسية ما مرتاحاش، يعني انت راك خدام وجاي بروفيت ديالك ولكن نفسيتك مأزمة، تقول ناري ياك ما كاين شي بلان، ناري ياك ما غتوقع عادي. هذا هو اللي كيتسمى الوسواس القهري، شي الوسواس القهري هو هذا، ديما مصدع عليك راسك. تخيل معايا وليت مشيت تنعبر في الطونسيون لقيت 15 من توسوس ثاني، قلت ناري ياك ما مريض عندي شي مرض، مشيت درت لي زاناليز ديال الصحة ما لقيت والو، بقيت مريض انا، وليت مسوس بيني وبين راسي. شو تري دير فين وصلنا؟ راه هذا شوف، هذه نفسانيه، انت باش شوف راه هذا الشيء كله كيلعب فيه النفساني. راه بعد المرض شنو كيجي الم في الراس، كتكون كتسير في اليوتيوب كتسمع ظهور سرطانات في الدماغ، فانت كتشوف مع داك ظهور سرطانات في الدماغ كتقول انا مريض في سرطان الدماغ، نفس الاعراض اللي كاينين في دوك سرطان الدماغ غتلقاهم هما اللي كيبانوا لك في دماغك، وداك الشيء كله ما منه والو. هذا هو الوسواس ديال المرض، هذا هو الوسواس القهري. هذا خاصك بحال اول حاجه في السوشيال الوسواس القهري، اول حاجه ما تحاولش ديما تحاربه، ديما حاول تسير معاه، لا قال لك انت خاصك المعلومه قول هي خاصني المعلومه. ملي كتحاول تمشي مع داك الوسواس القهري وكتحاول تعيش معاه كتبقى تعيش مع الوقت شويه ما كيبقاش يعني لك والو، لانه هو بحال كيقول لك النفس، هذيك النفس كتهضر معاك، بحال انت كيوليو منك جوج، واحد كيدوي من هنا واحد كيشرق لك من هنا واحد كيغرب لك من هنا. وتخيل دابا هادشي اخي كامل هادشي بسبب التريدين، هذا علاش فاش عرفت التريدين انا شنو درت؟ صديت على راسي في الدار ما بقيتش نخرج، على القرايه القرايه القرايه، ما بقيتش نشوف بنادم، انا بنادم ما بقيتش كنشوفه صافو، بحال النفسيه ديالي تازمات، واش فهمت؟ مع يعني بيني وبين راسي مازم انا بوحدي. ورا شوف الاخ ديالي راه كما قالوا لك الناس الاخوان في الكومنتار، الشيء اللي كان تريدين غيغلب لك النفسيه، حاول انت
تقابل معاه. ما قدرتيش حاول تجمع راس مال، ماشي ضروري تبقى في التريدين، انت جمع راس المال وجرب الاي كوميرس وجرب شحال من حاجه، لان التريدين بعد المرات ما تحاولش تبقى غادي مصادع شويه، لان التريدين كيهلك النفسيه. لا هذا هو تقدر المشكل. تكون انت تخلقتي انك ما تكونش كتنجح في التريدين، ولكن التريدين ذاك النجاح اللي كيحقق لك من نفس الوقت راه كيهلكك من جهه اخرى. فقدر تكون انت ما مخلوقش انك تكون تريدر، ولكن تكون في نفس الوقت تكون جمعتي منه راس المال وجرب شي مجال اخر، والله يسر الامور. اللهم امين اخويا الحبيب. تبارك الله عليك اخويا اسماعيل، مرحبا، بارطاجي معايا داكشي ديالك وتناقشك. انا غنصيفط لك ونهضروا في تيليجرام. مرحبا مرحبا، تبارك الله عليك. ليس عليك. إيه، نجاوب الاسئله شويه. خير سين، شو خبرتي؟ هناك اخويا انا كنسمع. راه المشكله القضيه اللي كتوقع في النفسيه راه صعيبه. بسيره هي كل شيء. هذاك الشيء كيقول لك اختار النوع. تبارك الله، راه كيدخل ارقام ولكن نفسيا ما مرتاحش. كيقول لك اختار النوع ديال التريدين اللي يناسبك، فهمت؟ حيت السوينغ فيه راه اي سي تي براسو اللي كيدوي عليه، الاخ دابا قال لهم انا ما كنديرش السوينغ لان النفسيه الشخصيه ديالي ما كتناسبهاش السوينغ، ما نقدرش نمشي نعس ونخلي تريد محلوله لان ما عارف شنو غيوقع، يخرج شي خبر ديال سعر الفائده يتزاد ولا هادي ويطيح السوق يعني قال لي انا ما عارف شنو غادي يوقع في السوق. لما انا ما بقيتش كندير السوينغ، كندير الانتراداي. لا لا، صعيبه، انا ما كنديرش، راه ما كرتاحش مع السوينغ. انا في التريد ديالي ما كنفوتش ساعه كاع، كنحاول ندخل بوقيت اللي فيها السيوله باش ما نفوتش ساعه. غنبرك انا نتسنى في مارسي ساعه ساعتين وانا حاضي. هذا هو اللي كاين، صعيب شويه ملي كتبقى برا، خاصك الماركت الماكسيموم عندك في النهار، ماكسيموم لا كثرتي، عندك ساعه ديال الصباح وعندك ساعه ديال لو جو سوايع ديال ورا نيويورك، وواحد السويعه من ورا 6:30 ولا 7:30 دابا صافي كتمشي بحالاتك. لا ما تبقى تكثر عليك بزاف، لا ما تبقى تبرد في راسك. اضرب واحد ال 50 خاصك تعاود ثاني. انا اش قلت لك؟ راه في جميع الحالات، راه مزيان اليوم عندهم في الليل في الاسيا، سوق ديال اسيا، سوق ديال اسيا. نحاول نجاوبوا الاسئله، خيرتي، نستغلوا الظرفيه. وبعد اخويا راه كي غادي مع التريد السيمانه؟ الحمد لله بخير، بس بخير. كيفاش السيمانه غتبلبل على تريكي تيك تيك ولا اب بروفيت؟ غطلع لنا سميتك مع الاولين. انت راك عارف عارف لي كده، انا ما كنتريديش غير مع عموما، راه كنتريدي حتى بالاكونت ديالي في البروكر مع البروكر. ما انا عارف انت ما كتبغيش تخرج اصلا، ودخلنا حتى حنا خويا الجروب. مرحبا خويا، صيفط لي ميساج ندخلك الجروب خويا في الديمو، جاوبنا على السؤال، نهضر معاك في كاين خويا التليجرام، ميساج خويا الله دخلنا، تقدر تعاود تهضر لينا على البلان ديال الجروب ديال التليجرام. هاي الجروب ديال التليجرام ما دوينا عليه، راه كنا صيفطناه البارح وكانوا استافدوا منه شي وحدين، انهم قاعدوا الناس يعطوني البارح ميساج قبل نوصل 3000 ابوني. دخلنا واحد الجروب ديال التليجرام ديالهم بوحدهم، غنحاولوا نعلموهم المجال، ومن نعلموا المجال اللي توفق انا وجبت تيست في الديمو نخلصوا لي التيست. انا فهمت، دخلنا خويا التليجرام، مرحبا. المغرب ما فيش شي متداول ناجح، كلهم كيربحوا من الدورات، اما التداول بعيد عليهم. شاد خويا ياسين، هذا خونا اللي كيصيفط الميساج سميتو مصطفى، هذا خو مصطفى. وراه فين ما كندخل، فين ما كندخل دابا شاد السيد، واخا يكون الشيوخ يكون كيتخلص ما يديرش هاد الخدمه، لان فين ما كندخل في جروب، كندخل في اليوتيوب لقاه كومونتي، ندخل عند الدراري صحابي تريدر لقاه كومونتي، ندخل لجروبات ديال التريدين لقاه كومونتي. اش كيدير في الحياه كامله؟ كيدخل كومونتي، راه كون كان يتخلص على الكومونتير كرة. لا ودابا هاد الناس، دابا انت سواء كانوا هاد الناس كيربحوا في الدورات ولا كيربحوا في التريدين، بعدا كاينين وحدين كيربحوا في التريدين وواحدين راه كيربحوا في الدورات، وانت شنو كتربح؟ اش رابح انت؟ والو، بحال داك الحليقه، واحد رابح في التريدين وواحد رابح في الدورات، وانت اش رابح؟ اش كتربح؟ حليقه رابح كتحضي وبقى تحضي، راه عمرك كتطفر. بقينا سير قابل لك شي حاجه ديال حياتك، سير قرا لك شي كتب ولا شي حاجه. أخوة. فكرني في المرحوم الكريمي، عاد 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 عاد
بغينا ندخلوا جروب تيليجرام. مرحبا خويا، مرحبا، ندخلكم كاملين ان شاء الله. تحياتي ليك اخويا. بالنسبه للناس اللي باغيين يبداو في هذا المجال ولكن عندهم زيرو درهم، خويا نسيم ولا اختي مريم، ما عرفتش واش مريم حيت ميري نسيم، المهم اختي ولا خويا، فبالنسبه لزيرو درهم راه بغيتي ديريها في الرانشا، راه ما غتبداش بزيرو درهم. خويا نسيم دوني انا مازال شويه. اه انت راك حابس، جاوبوا على اسئله عاد نهضر شويه على المجال. اه انت راك حابس الميساج في الانستغرام؟ ما حابس والو خويا، راه كاع اللي كيصيفط لي ميساج في الانستغرام راه كيوصلني وكنجاوبه. اه اي واحد كيبين لكم انه باغي يعاونكم حاليا راه كيوجدكم باش يبيع لكم الدوره، ومن هنا كيدي فلوس على ظهركم. مش عرفتي شكون اخويا اللي صيفط الميساج؟ مصطفى. تخليه يبقى دابا صاحبي، تخليه. شوف هذاك غادي يدوز هذا العام 2022 و23 و24 وغتمشي حتى 2030 وغتلقى باقي عادي. شوف الله سبحانه وتعالى كل واحد كيخلق ليه واحد المهمه ديالو في الحياه. هذا الشخص لسوء حظه مسكين تخلقات له المهمه هذه. صافي تخلق انه قابل سكيني كومون بس بك تكسر والو عشان تلعب كورة تكسر كومون. ودابا حتى حنا راه ما خصناش نمشيو مع ديك الطاقة السلبية ديالو، هو خليه يبقى كومون ولا بلوكي حيدو. كندخل كنلقاك كومون تنسيمو لايف. انت دابا كاينين، انت شوف شوف والله الا كاينين الناس باغيين يستافدوا هنايا، ودابا حنا غنبقاو مركزين مع واحد سلبي ما داير والو في حياته، ونخليو الناس اللي باغيين يستافدوا. نقول لك هادي ونكملوا ونقطعوا صافي، ما بقاش نقرا لي الميساجات ديالو. عرفتي ديك مره دخلت؟ مرحبا مرحبا خويا عمر، انا صيفط لك ميساج. صيفط لي ميساج في الانستغرام راه نقول لك شنو قلت لك اخويا ياسين. لقيتو كي كومونت واحد الفيديو ديال سيمون لايف في اليوتيوب، كان طلع لي ودخلت نهرش. لقيتو كي كومونتي ايو كان كدير لنا الطاطا، ايو كان كدير بها الطاطا. هو داخل محرمه اي كوميرس خايب، تقول لي الريسكين على الريسكين حرام، تقول لي مشكل. اخي خلي نفيدوا الناس اللي باغيين يستافدوا. دابا في باغي يبدا ها هو بيع الدوره وخا دير فلوس حسن لي من تداهو. نشوف الاسئله ديال الناس. خونا خبره طالقها الوسواس القهري غادي نشوف الاسئله من بعد ندور نهضروا في المجال. اوكي يلا قول لي الاسئله باش فهمتي نجاوب لك على الاسئله وجاوبت انت خويا. انا نروح نسمع الشاب بيلون نرتاح في راسي افضل انني نسمع الوسواس والسلبيات. ها سير شد بيسي واحد اسبوع وسير سافر ليك مع راسك. هذا كيجاوبوا على اللايف اللي كان. عموما انا ما بانش ليا شي سؤال اللي هو نيت فهمتي. قلنا البروكر اللي يمكننا نخدمه براس المال ديالنا. مريني احمد خويا على حساب شنو بغيتي تخدم فهمتي، واش الفوركس ولا فيوتشرز ديال ناسداك ولا اس ام بي اولا بغيتي الجولد فهمتيني، على حساب راه كاينين بزاف ديال البروكرز. خصك تشوف انت اش من ماركت بغيتي تخدم، عاده تمشي تحدد البروكر. اختي مريم ان شاء الله نرجع نحطوا الصفقات ديالنا من نهار اثنين ان شاء الله. هذه السيمانه حيت كانت الاخبار بزاف باش مابقاش كنحطوا الصفقات ديالنا. ياسين دوينا سمارت موني مثلا، ولا مثلا الدخله ديالك كيفاش كتلقاها، علاش كتبني عليها؟ اوكي دابا بين قوسين بعدا قبل ما نجاوب على هذا السؤال، تريدين سيكريتس قال لك خويا باغي نفتح حساب شخصي باش تنصحني. حساب شخصي واش عندك؟ انا صراحه بغيت نفهم واحد القضيه، يعني كاينين واحد الناس كيسهلوا عليك كيعطيوك تحل اكونت بواحد الثمن اللي هو مناسب وزوين فهمتي، ما كتخسرش فيه بزاف. درو داون كيكون 3500 في 100 كا، الديلي لوس 2500. يعني تقدر تبدا بهذا الشيء بلا ما تمشي تحل الاكونت ديالك، راه ما ساهلاش تحل الاكونت في بروكر اصاحبي، راه خصك حتى تكون واصل لواحد اللافل عاد تقدر تحل. شحال ديال راس مال المال باش يحطها في البروكر؟ لا دابا يقدر يكون هو باغي يخدم مثلا الجولد، يخدم مثلا الكريبتو، وشحال راس المال هذا اللي انت كيسحب لك غادي تمشي تحطه في مع البروكر وغادي ديفلوبي دغيا؟ راه ما ديفلوبيش دغيا، الا كنتي غتحط 5000 درهم ولا 1000 درهم 1000 دولار ولا 2000 دولار، اشحال الريسك ريورد ديالك؟ شحال الريسك الماني مانجمنت اللي غديرها كيفاش غتكون فهمتيني؟ ماشي بحال دابا الفاندين كامبانيز كتمشي كتحل الاكونت ديالك 3500 دولار ديال الدرو داون و2500 دولار ديلي لوس، والاكونت بحال يتقام عليك كاع بشحال اكسبريس راه داير 1000 درهم
والداتا غتخلصها ب 1300 درهم، يعني شحال 2300 درهم. انا ندير ديلي لوس، انا ندير الريسك ريورد ديالي مثلا ندير واحد جوج، وفي الريسك غير خمس، الريسك 400 دولار الا كنت كنخدم الاس ام سي وكنعرف فين كندخل. راه بعض المرات راه كيكون الريسك صاحبي ستوب لوس ديالك كتكون تقريبا فيها 200 دولار 300 دولار، وحتى الريسك المراجم ديالك كيكون واحد خمسه واحد سته، وتشد الاكونت تقدر تضرب به واحد 10 كا ولا 15 كا ولا 20 كا وتخرجها وتمشي. هذيك الساعه، هذيك الساعه كاع الا كنتي مازال باغي تحل مع بروكر وما عجبكش الحال تقدر تحل مع بروكر، اما تجي من الاول تبدا تخسر فلوسك راه التريدر ما سحبش لكم. اجي ودخل وتبدا تريد والفلوس تبدا داخله، خص الواحد يقلب شويه ويعرف ان التريدر صحيح صحيح واحد مجد. البحر، واحد البحر اللي الا ما كانش فعلا اللي يوريك شنو دير ولا ما قلبتيش على راسك. دابا بنادم كيسمع، دابا بنادم كيسمع الدورات وكيسمع هذه الدورات، راه ما فيهمش مشكله اخويا. الدورات خصك تلقى شخص، تلقى اللي شخص غتستافد منه، اللي غتستافد منه، راه ماشي عيبه صاحبي تاخذ دورات. حنا المغاربه عندنا عقليه ديال صاحب اللي غيبيع لك دوره راه غينصب عليك، حيت علاش؟ حيت البدايه في الويب في المغرب كانت بحال ما هكا. اما الناس برا صاحبي راه ما كينصبوش في الدورات، راه كيبيع لك دوره كتستافد منها، راه كدير بها مليون ديال الدولار، كيوفر عليك الوقت وكيعطيك معلومات صاحبي. حنا راه شرينا دورات بزاف من عند الكور، وكتلقى فعلا ان داكشي اللي كيقولوا لك في الدوره راه استفدتي منه ودرتي منه شي حاجه في المجال، لا في الايكوميرس لا في الريسكين لا في التريدين لا في كل شيء. الناس صاحبي، الناس صاحبي اللي كيعطيو الفائده راه كاينين، اما دوك اللي كينصبوا على بنادم راه باينين حتى هما، فهمتيني؟ يعني ضروري راه شوف، راه اي واحد من الناس الناجحين اللي كيبانوا لك في العالم، مارك زوكربيرغ راه المنتور ديالو هو بيل جيتس، بيل جيتس المنتور ديالو هو وارن بافيت، وزيد 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 وزيد. ويل سميث، ويل سميث المنتور ديالو هو جيم كويك. وكاين بزاف اصاحبي. دابا بنادم حنا المغاربه عندنا باغي ينجح بوحدو، ولا كنتي باغي تنجح بوحدك راه خصك تمشي تسد على راسك واحد العام ولا ست شهور تقرا مزيان داك الدومين وتقرا الكتوبه وتفيق في الصباح وتبقى خدام ليل ونهار. اما ملي كتخلص فورماسيون وكيجي واحد الشخص كيختصر عليك الا كان فعلا عنده مجهود. خياسين كان كنتفرج في الناس وكنريح معاهم وكنهضر معاهم، اش كيقولوا لك؟ يقول لك انا كنت كندير واحد الرقم اكس مثلا، ملي مشيت درت المنترشيب داك الرقم اللي كيبان لينا بعيد خاصني 10 سنين باش نوصل ليه، ولا كيبان لي خاصني عاي واحد 3 4 شهور نقدر نوصل لداك الرقم. علاش؟ لان ملي جا المنترشيب حل لي عينيه ورا شحال من غلط كيدير، حل لي عيني شحال من حاجه. انا ملي كنكون مثلا شنو غنولي ديما نحسب راسي انا هو اللي كاين في المجال، ملي غنوصل واحد النتائج غنولي نقول مثلا انا غنوصل مثلا 20 كا، كتبان لي 20 كا هي النهار غنوصل 20 كا غيولي بان لي تراني حاكمه في التريدين. انا ترى حتى هذاك الشيء اللي عارفه في التريدين ما كاينش فوق منه، كنبقى كنولي عن عقلي عنده واحد الحدود، ديك الحدود ملي كيحط عقلي في ديك الحدود عقلي كيبقى في ديك الحدود كتبان لي الحدود اللي كاينه. اش كيدير عقلي؟ كيولي غادي وكيهبط كيهبط 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 كيهبط، كنلقى راسي غادي وكنرجع كما كنت. اما ملي كنوصل 20 كا كنمشي ندير واحد المنترشيب ولا كنمشي نشوف شي واحد احسن مني كيضرب 100 كا كنريح معاه كنهضر معاه، عقلي ديالي شنو كيزيد يكبر الطموح، كيزيد يكبر الحدود، وكل ما انا غادي كنزيد نكبر في الحدود وكل ما كنزيد نكبر في الطموح وكل ما انا غادي كنتحسن. هذا هو اللي هذا هو اللي كاين. هادو بالنسبه للناس زعما اللي كيكونوا المحيط ديالك، انت اللي كتصنع المحيط ديالك. هذا بالنسبه للسايكولوجيا وبالنسبه للمايند سيت وبالنسبه للمعلومات كيسميو المعرفه الخاصه، واحد الحاجه بغيت تخصص فيها بحال التريدين بحال هذا خصك تشوف واحد الشخص اللي في التريدين فعلا عنده ما يقول. راه بنادم راه عمل الهضره ديالو راه عمل التريدين ديالو كيبان لك واش عنده ولا ما عندوش. الواحد ملي كتدخل معاه لشي تفاصيل وكيمشي معاك لواحد الابعاد وكيبدا يشرح لك شي حوايج راه كيبان لك راه فعلا السيد راه عنده. انا عايز كنتفرج فيه راه الصراحه كنبقى مصدوم انا كيفاش هو كيتريدي لايف وكيقول لك منين غندخل وكيتسنى البرايس يوصل لديك البلاصه. انا ملي بعد ما انا بعد ما كنتريدي وكنقول انا راني كنتريدي وبعد ما كنقول انا البرايس ما يوصلش تم، هو اللي حاطه تما وراسمه تما وكيتسنى يوصل تما باش تكون تما الدخله ديالو، راه تما باش كتعرف الناس راه فين الناس فايتينك وكل واحد صافي ما وصلتي وشحال ما حققتي. قدر تكون انا فايتك في المعلومات وفايتك كل شيء، ولكن انت عندك واحد النفسيه كتغامر بزاف اكثر مني، ما تكون انت كتربح اكثر مني، ولكن انا كمعلومات خاصك تجي تجلس معايا ونعطيك شي معلومات مع المغامره اللي عندك انت ومع ديك النفسيه اللي عندك انت. هذاك الشيء اللي كنت كتضربه مثلا في عام قدر تولي تضربها في شهر ولا شهرين.
هذاك الشيء اللي كاين، هذاك الشيء اللي كاين. هذا المجال فيه انا المعلومات راه دي. كنعرف ناس بزاف فهمتي، وبغاو يبداو التريدين وجاو عندي باش فهمتي، حنا كيو بعينهم على امور جديده في التريدين، ولاو كيعرفوا حوايج جداد فهمتي، داك الشيء عمرهم ما شافوه، كانوا كيخدموا غير بالريتيل مايند، ريتيل ابروتشز زعما، بالطريقه ديال داك الريتيل تريدرز، سبورت وريزيستانس وداك الشيء فهمتي، هادشي باش كانوا كيخدموا. ولا داك التخربيق ديال التحليل الموجي، انا بعد التحليل الموجي راه ما كنحملوش. شوف داك الشيء كامل تخربيق، العلم التحليل الموجي، العلم مثلث ديال برمودا، التريدين، التريدين عنده جوج حوايج، كيقلب على الليكويديتي فين كاينه، هي راه حاجه واحده، ولكن الليكويديتي كتنقسم لجوج حوايج، الليكويديتي كتكون في سوينجز، سوينج هاي ولا سوينج لو، ولا كتكون في الفويدز، في الليكويديتي فويد، هنا فين كتكون الليكويديتي. اما داكشي ديال سبورت ريزيستنس تريند لاين اتش تي ام اي كول ماش كيسميه، وهداك الشيء ديال هذاك داينو تريدر، هذاك داينو تريدر، واحد الانديكيتر، وداك التخربيق كامل ما منوش اصاحبي، راه والله ما منوش والو، تخربيق تخربيق الله يحفظك خويا عمر، الله يحفظك، ما منو حتى شي حاجه داك الشيء. والو نكملوا الاسئله شويه، نكملوا المجال باش بنادم ما يبقاش يتخربق شويه، حيت ما كنجاوبش على الاسئله، كاين اللي كيخرج كيتعصب ولا شي حاجه. واش اس ام سي تقدر تخدم فيها في الكريبتو؟ تقدر تخدم فيها خويا في الكريبتو. ها هو المشكل ديال الاس ام سي مع الكريبتو، انا الكريبتو كيتحكموا فيه الحيتان، فالحيتان قدو يطلعوا لك السوق، قدو يهبطوا كما دار هاد الايامات مؤسسي البينونس داك السيزي، فانه شنو دار؟ طلق اشاعه على الاف تي اكس، ديك اشاعه من بعد صدقت صحيحه. اش وقع؟ اف تي اكس الناس بداو كيسحبوا منها فلوسهم، ملي جاو الناس بداو كيسحبوا فلوسهم، الشركه خوات شي ناس عندهم تما اموال تما، جاو بغاو يسحبوها، لقاو الشركه ما فيها والو. اش وقع في الكريبتو؟ كامل طاح، الماركت كله طاح، لان الثقه، الكريبتو كله مبني على الثقه، والثقه ملي كتمشي فتتسنى المجال انه يطيح، يعني ما تقدرش تحكم عليه، ماشي بحال الاس ام سي في الناس داك ولا في الجولد ولا شي حاجه، دوك المارشيات واقفين على الصح، الكريبتو باقي ما وقفش على الصح، باقي كيتحكموا فيه الحيتان، باقي فيه شله مشاكل، باقي ما منظمش القانون. ماشي مؤسسه، ماشي مؤسسه الكريبتو، اما كدوي على الناس داك وكدوي على الداو جونز وكدوي على دور مؤسسات، دور شركات في امريكا واقفين على الصح، عندهم بيروات هادو فهمتي، دور شركات الكريبتو راه عنده مستقبل، ولكن باقي وقته، باقي خصو يتنظم بعدا. الموجه ديال الكريبتو الانسان فهمتي، الا كانوا عنده شي فلوس شيطان عليه وبغى يستثمرهم في الكريبتو يستثمرهم، اما باش يبدا سميتو يعول عليه 100% راه ما يمكنش، هو اصلا راه وصل للبيك ديالو، ناس كبار في العالم وخسروا فيها اصاحبي، كاين بلاد اللي انتحر، كاين بلاد اللي ما عرفتش شنو كاع بقى عليه فلولا. شركة التمويل واش كتكون شي كوميسيون ولا كل تري؟ طبيعة الحال اخويا عندهم 20% من غير مصاريف ديال الصفقة، فكتكون على مصاريف الصفقة شي 5 دولار، من غير 5 دولار كتكون 20% داخل الارباح اللي ربحتي. تيك تيك عنده 10%، تيك تيك دير 10%، المهم اي بروفيت والنفايد دير 20%. خويا دابا 25، خويا دابا 25 كا شحال خاصك تجيب ليهم في التارجيت؟ 25 كا واقيلا كتجيب ليهم 1500 دولار في التارجيت، ولكن في الديري لوس كيكون عندك 550 دولار. عافاك بارطاجي معنا باج اليوتيوب ديالك. باج اليوتيوب ديالي هي تريدين عربي، انا نبارطاجي معكم ملي نسالي اللايف نلوح هذا الفيديو ونبارطاجيها معكم. خوتي خويا دير لنا شي فيديو كيفاش نشريو ونبيعو غير في الديمو، ان شاء الله نحاول نديرو لكم، درنا فيديو ديال كيفاش تدخل نينجا تريدر وكيفاش دير الصفقه ديالك، نحاول ان شاء الله نبارطاجيو معكم الفيديو. خويا فاش غنبداو الكونسيبت جديد ان شاء الله، من نوصلو 5000 ابوني ان شاء الله غنديرو نفس الكونسيبت، ها هو 5000 ابوني غنديرو 5 الناس اللي غيصيفطو لي صفقة وقتو غنصيفطو لهم. سيف اخويا باش نجاوب مجيد، قال لك ما هادشي اللي قلته اخويا سير علاش خصنا نعتمدو على حساب الخبرة ديالك؟ فاش خصك تعتمد زعما، اش من استراتيجية ولا تعتمد على السيت، اش من سيت اب خصك تعتمد عليه ولا شنو، اش من تايم فريم ولا شنو بالضبط؟ اها هاني ديال فورماسيون غير تكون عارف بيرفورمانس ديال السيد اللي معاك وصافي. بطبيعة الحال خاصك تكون عارف السيد اللي معاك شنو نجاح شنو حقق، راه بزاف، راه كاين شي ناس راه بزاف لما وصلت لواحد المجال غتبلوكا،
لا ما مشيتيش تقلب شي واحد احسن منك في ذاك المجال ويعاونك بالزيت تكمل، فانك من بعد شنو يكون عندك جوج خيارات، غتبقى في ذاك النيفو نفسه وغتبقى حياتك ديما في ذاك النيفو، وبعد المرات شي تغيير، بعد المرات انك من اسباب الهزيمه ديالك والخساره ديالك انك كتبقى في بلاصتك ما كتحركش، عدم التحرك فهو بعد مرات كيكون تراجع. الفيبو خويا ياسر هذا مليكم الفيبو شي مره غادي غنشدو يدير لينا شي فيديو ديال الفيبو. اه مرحبا مرحبا. الفيبرا كنخدم به بزاف ضروري. ياسر والله تنقسم لكم في امي بالله كنريح مع شي مره في الفيبو ترى كيصدم لي، كيرسم لك الفيبو معاك يضرب فيه معاك يطلع، معاك يضرب فيه معاك يهبط، راه والله حتى كيصدم لي قسما بجلاله لان كنحلف. ياسر كنريح معاه في القهوه كنريحوا بعض ما كنديروا شي تريد مجموعين راه كيصدمني انا بالفيبو. ياسين الى ميثود خويا خدام بها وتنصحنا بها سير فوبي جاوب اخويا ياسين. خويا انا خدام بالاسامس، انا كنخدم بالاسامس. الاسامس راه فيها بزاف، كل واحد وكيفاش كيشرح عليه هو. انا كنخدم بالاسامس، والاسامس فيها كيما قلت لك راه ما كتعتمدش على كدا كندو دابا على الفاب، راه كل نهار وكتشوف اش من سيتاب كيتكون لك في التشارت. يعني كتلقى خاصك واحد التكنيكس معينين وواحد التقنيات معينه تخدم بها، ما كاينش تقنيه واحده. كاين مثلا ليكويديتي ران، كاين مثلا الاو تي اي، كاين مثلا هذا كتخدم في الرينج، كاين مثلا كتخدم في الريتريسمنت، كاين كتخدم في ليكويديتي فويد بالاوردر بلوك. كل مره وشنو عندك في التشارت في داك النهار والنهار اللي قبل منه كتحاول تعتمد عليه باش تدخل في التريد ديالك. يعني راه ما كاينش غير سيناريو واحد، كتحاول تعتمد ديما على كتشوف راسك داك الشمعه ديالك ديال داك الشهر فين كاينه، وداك السيمانه فين، وداك السيمانه حتى فين كاين. لان الاسبوع والسيمانه، الاسبوع والشهر كيكونوا في انستيتيوشنال ليفل، يعني في واحد المستويات اللي كيديروا تريدو فيهم البنوك. يعني الا مشات تضرب لك شي قاع، تهرس شي قاع في سميتو في المالت في الشهر، وعرفتي البرايس غادي ريفيرسي، عرف ان غتكون واحد الموفمنت كبيره الفوق. علاش؟ لان هذاك اللو اللي تهرس ليه راه فيه بزاف ديال الليكويديتي، راه البنوك حاطين ملايين ولا البلايين ديال الدولارات في ذاك النيفو. ماشي بحال ملي كتريد مثلا في 4 سوايع ولا هذه ولا 2 سوايع، كتكون واحد الموفمنت مثلا شورت تيرم، تقدر تكون نهار يومين 3 ايام ولا 5 ايام وتعكس ثاني الماركت. اما في الشهر يقدر يمشي الشهر الاخر يتبدل المنحة ديال البرايس بشكل ديال الماركت اللي باغي يتجه، اولا واحد 2 سيمانات على الاقل نص ديال الشهر. البريك اوف ستراكشر، هي هذاك البريك اوف ستراكشر كتشوفها في لور تايم فريم. ما كت في الشهر تقدر ما تبانش لك دغيا، تقدر ما تبانش، فهمتي؟ خصك تشوفها في لور تايم فريم، تشوفها في النهار، تبان لك في النهار و 4 سوايع تبان لك مزيانه. لان اللي كيخليك تحكم على البريك اوف ستراكشر هو النيفو اللي وصل ليه البرايس. دابا شوف، دابا راه تبارك الله الدراري في المغرب راه كيضربوا صرف، ضربوا في العاقل. لا ماشي الدراري في المغرب والله، تقسم فمي بالله كندخل. راه شوفوا الاخوان، انا نقول لكم بالصارح العباره، دخلوا لشركه التمويل اللي معروفين، عندك تيك تيك تريدر، عندك اي بروفيت، عندك وان اب تريدر، عندك ماي فوركس فاوند، عندك الاخر اي تيمو. وانا بتريدر تشوف شي مغاربه راه ماكينه 100 مليون في الشهر، 50 مليون. راه انا دابا ندخل لكم في الانستغرام، بلاتي ندخل لكم، خليكم معايا، انا ندخل لكم دابا نوريكم المغاربه شحال كيضربوا فهاد وان اب تريدر. راه كيضربوا كل شهر، كل هما كيلقوا كل سيمانه، كتلقى مغربي مخرج واحد 100 ك 200 ك 100 ك 200 ك. هذوك ارقام كتقارن مع المراكنه، ماشي كتقارن مع مغاربه ولا شي حاجه. كتلقى المغاربه كيضربوا ارقام اللي كيضربوا المراكنة، راه هاد الارقام راه صعيبين باش تضربهم. امشوا مثلا مع شركه التمويل، مع شركه التمويل يعني راه كديوني مع شي في 100 اللي كنخدموا الكاميرا. فكما كتشوفوا هذا ديال الشهر اللي فات، اهو السيمانه اللي فاتت، السيمانه الاولى في شهر نوفمبر كما كتشوفوا. فحنا نقلبوها نلقاو فيها مغربي، ها هو مغربي، ها هو حمزة كما كتشوفوا خرج 50,000 دولار. قلت كازا كاع 50,000 دولار. لا ما كنلقاكش من ماشي كازا راه الرحمة، وانت كنلقى شي دواور من المغرب كتستنى كتقول او وي ها انتم، ها
انا نقلب لكم شي وحده فيها مغربي اخرى. دابا غنجبد لك مايك وان ار تريدر بلا تيك 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 بدل خدامين فيها المغاربه بلا ما نهضروا عليها. تيك تيك راه اللي حاكمين على المغاربه تمن تيك تيك ولاو كيقلبوا انهم يحلوها نتوما. ها هو رشيد المراكش ها هو شحال خرج امتى خرج من نهار 17 اكتوبر 23 اكتوبر يعني ايام سيمانه ديال التريد. شحال خرج المغربي هو رشيد 150 مليون مغربية. هادو مغاربة ماشي جبت لكم شي وحدين من باكستان ولا من الفلبين ولا من الأردن. لو كاين شي واحد يقول لك لا تريدي ما فيهش فلوس تريدي فيه فلوس راه هو خدم على راس كامل. هانتوما امتى هادي؟ نهار 10 أكتوبر 16 أكتوبر. شكون هذا؟ ها هو عبد الحق وعبد الصديق هاهما هاي أكادير ومراكش. هادو كيريحو بيناتهم هادو كيتجمعو كيشدو طراق وكيتجمعو في شي قهوة بين أكادير ومراكش وبالكو يخدمو. شحال خرجوا 50 كا. شوف واش كاين شي مغربي اخر. وبعد مرات اللي كيظلمني وانا اللي كنقسمي بنات بنات خدامين في المجال وتبارك الله كيضربوا ارقام. كاينه كاينه واحد البنت راه حتى هي كتخرج تبارك الله 50 كا. هذيك راه كل سيمانه كتخرج 50 كا. هذيك كاينه هذيك تبارك الله. لا راه كل سيمانه كتبقى مخرجه 50 كا. 30 انا نجبد عليهم دابا. فالاخوان امنوا بالمجال وامنوا بالثقه بريوسكم لانك ها واحد تاع طريق ومفتوح سميتو جمال. هذا اللي فايق هذا عام مغربي داخل بالفي بي اس سميتو جميل عاد كاين مسعود ولا تلقى عايشني في قطر. تاع المغاربه قطري كيخدموا المغاربة المغاربة هما اللي كيطيحوا هاد المجالات. فالمغاربة شغل المجال راه فيه ما يدار فيه الفلوس ديال بصح خاص بنادم يخدم ولا هو فالمجال راه فيه ما يدار خاص واحد يسد عليه ويخدم ولو وصل شي نيفو يحاول يشوف شي منتورشيب الاول وحال في شي حاجه حاول يسول يقلب ما يوقفش زعما يقول هذيك الحاجه اللي وقفات وتقول صافي هنا غنوقف هنا نهايه العالم. بلاكس لو وقفتي في شي حاجه لو حلتي في شي حاجه راه ضروري الناس تقول منك وحلو فيها. حاول قلب حاول تسول حاول تخلص عليها الشيء لو حلتي في شي حاجه حاول تخلص عليها. المهم ما تبقاش ديك البلاصه تبقى واقف فيها. ها واحد المغربي اخر يا صاحبي اللي متبعيني انا راه شحال من واحد ما عمره كانت عنده فكره على التريدين كيشوفني كنلوح شي بوست شي ستوري على التريدين فهمتي هذاك الفضول ديالو كتخليه يمشي يقلب على الدومين. تلقى واحد الشهر شهرين كيجي عندك يقول لك خويا راه شفتك لحتى واحد ستوري ومشيت قلبت على هذا الشيء وراه فعلا راه زعما ام انترستد وبديت كنبديت كنخدم. اه صاحبي كاين دراري بزاف حتى في العزيمه هي كلشي الرغبه راه ماشي بالضروره الواحد حتى تشدو بزز منه وتقول كاين اللي هو اصلا كيقلب غير على الـ على الـ على الـ على الـ على هذيك النقطه الدافع اللي غادي يخليه ينوض. كاين اللي مسكين باغي يدير شحال من حاجه وما عارفش ما عارفش باش منين يبدا ولا كيفاش يدير. ملي كيلقى ملي كيلقى الباب ويلقى الطريق صافي ما كتبقى تحبس حتى شي حاجه يبقى يخدم ويسد على راسو يخدم ليل ونهار. داكشي اللي كاين اخويا بلاد بيحاول يسد على راسو. فالمجال كل مره كنطلعوا لكم فيديو كاع الاسئله ديالكم كنحاولوا نجاوبوا عليها. فايرسي اللي كيسولني على التليجرام ها هو التليجرام ياسر راه كيدير المنتورشيب اللي بغى يخدم مع المنتورشيب راه يهضر معاه يتواصل معاه. فاحنا كنحاولوا نوصلوا لكم معلومه كنحاولوا نجيبوا لكم شحال من حاجه. فاحنا قدوا شي مره مره صافي نغبروا على هذا المجال كاع. فماشي ملي نغبروا حنا صافي نتوما تحبسوا الخدمه بالعكس نتوما تبقاو تحبسوا خدامين وتقلبوا. شو بان لك احسن واحد كيفهم السمارت موني مزيان؟ خويا كاين بزاف شارحين السمارت موني ماشي غنقول لك انا شي واحد بالضبط. خويا راه ما ديال حتى شي واحد السمارت موني راه ما ديال حتى شي واحد. السمارت موني عنده مولاها اول واحد خرج للسوق وتهذيك مولاها غير مشى قرا كتبه بزاف وجمعها جمع من عند هذا ومن عند هذا من عند هذا من عند هذا هو مايكل هولس هو الاي سي سي فهمتي. ولكن ارادو ديال المغرب راه ماشي مشاو جابوا العلم راه هادوك الناس اللي كيفهموا شويه لونغ اللي كيمشيو يتفرجوا في هذوك الفيديوهات وكيجيو يترجموا ليكم صافي. هذا هو اللي كاين صافي. هادشي اللي كيبيعوا لكم باللونجلي بالعربيه هو
وي حنا راه في الدومين راه سنين في الويب، حنا راه باقي بنادم ما كيعرفش شنو هو الويب ولا الباس كيفاش يجعلو كنا خدامين حنا في الويب. كان هو ترى خدمت في الريسكين 2011 2012 باقي الريسكين قال السلام عليكم. وقت انا كنت فكر ايام 2007 كنت كنخدم في الكونيكسو، كنحاول نخدم كونيكسو بابور وكندير كونيكسو بابور داكشي، منين ديك الساعه باقي ما كيعرفش شنو هو الويب. ودابا كيجي يقول لك انا بيان لك دور، انا جاني ديك مره واحد قال لي نعلمك تحليل الموج، تكون راه معروف راه ما بلا ما نقول سميتو، قال لي نعلمك تحليل الموج. كي مرحبا علمني تحليل الموج، قال لي غندير معاك المانترشيب وغاتولي تعطيني 150 دولار في كل سيمانه وانا نولي نخدم معاك الصفقات ديالك. مرحبا مرحبا اي مرحبا. كان صفط لك الريكورد ديالي، صفط لك الصفقات ديالي، ملي صفط لي الصفقات ديالي قال لي مرحبا تبارك الله، قال لي شتي غندور لك 10 مرات. قلت لي اياه تبارك الله، قلت لي الله يحفظك شكرا، قلت لي صراحه هذا الشيء اللي كنت نقلب عليه. قلت لي مرحبا، قلت لي وريني انت الصفقات ديالك. قال لا انا كنخدم غير بتحليل الموج، انا ما كندير الصفقه، انا كنعلمك تحليل الموج. قلت لي لا شكرا اسمح لي. دابا بنادم خاصو ملي بغيت دير المنتشر دير مع واحد كيضرب ارقام كيحقق ارقام والمعلومات راه موجودين في اليوتيوب، لا ما تحتاجش تقلب عليهم. بعدا شي اللي كاين بدا المجال وخذ فكره عليه، ومن بعد حقق ارقام سير دير المنتشر، ماشي واحد يجيك واحد يلا فات عليه الوقت بارطاجه واحد جوج معروفين صافي لونساو ولي يقول لك انا كنعلمك تحليل الموج. راه ما كاينش يعلمك تحليل الموج، تحليل الموج راه موجود، راه كاين واحد القناة عنده واحد القناة سميتو العلم لا يعرفه كذبا، يلا كنوراو ليا الدراري. فانا بغيت نتفرج فرجة في هذاك احسن لك مورا تيست في الكونت لايف، ماشي ضروري تريدي حيت خدام ما كيكونش ندير وقت بزاف. تريدي واحدة في السيمانة واش هانية؟ هانية اخويا مرحبا، هانية تريدي خويتها مرة في الشهر، شي ملي كتخلص الاكونت ديالك وتخلص لايف اكونت ديالك وتخلص الداتا فديك الساعة ما كتبقى عندك لا تارجيت لا والو. ها هو ما تخليش اكونت عاوتاني واحد الشهر ربع شهور بلا ما تبدا. ياسين وقال عندك مشكلة في الصوت؟ لا لا انا بخير. كتسمعني دابا ملي كدور كنسمعك مزيان، ولكن ملي كتكون ساكت كتسمع التخاصيص. دابا دابا مزيان دابا مزيان يلا. اها عطينا التليجرام اخويا، انا حنا لكم التليجرام خياسين. دابا ملي كتكون ساكت بحال الصوت كيبقى يتخرشش. ما نيت خدام دابا فهمتي داكشي علاش كان بلاصه. انا عارف انت تمارسك باقي ما حاشو خدام تحاطس وانت حاطس الليميت وحاط الباي ليميت وحاطس الستوب وحاط فصافي ما نهضر معاك موجد ليهم انا الناس. انت كدير ديك الصفقات ديال الختوريه، كدير التحليل طق طق صافي الماشي غيوصل هنا غيضرب هنا هاد تي بي ديالي طق 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 وكتسد الباسي وتمشي، ما كاين لا نفسيه لا والو. حتى نهار كيكونوا الاخبار واخا كيكونوا الاخبار كتدخلوا في التحليل ديالك وكتخرج بهم. راه شوف مع الخبره ديال السنين هذاك الشيء كيولي ثاني كيولي عندك عادي شي اللي كاين. لا صراحه انا كتدخل في البلايص ملي كتكون كتخدم باستراتيجيه مزيان وكتعرف شنو كدير بها كتولي كتدخل في واحد البلايص اللي الريسك ديالهم قليل ولكن كيعطيوك الريورد اللي هو عالي بزاف فهمتي، يعني تقدر تخسر مثلا كان عندك مره السيمانه ولكن خلاص خسرت السيمانه كامله انا عارف تعوض كل شيء ولا تربح يومين وتخرج رابح في السيمانه فهمتي. خويا اليوتيوب التليفون اختراع، حنا شارحين لكم في الشهر القناه ديالنا تفرجها في الاس ام سي ديالنا اللي شارحينها حنا، ومشيتي درتي داك الشيء باغ تيست وبديتي فغيكون داك المعلومات اللي عطينا حنا راه هي 99%. راه من بعد ملي غادي تريدي وتبدا تضربي شويه في المصاريف من بعد غادي تطوري راسك، اما المعلومات ماشي بداية راه داك الشيء اللي شارحينه حنا راه كافي انك تبدا فيه. شنو هو اللي كاين؟ تاخذ من النفسيه ديالك اخوان اللي كيسولني الاكونت ديال ياسين راه يكليك على اليان ديالنا ويدخل عند ياسين وصيفط لي ابوني وهضر معاه. ها هو ياسين ما كيجاوبش في التريد ديك الساعه وقيت التريدين ما كاين كيعرف الناس ضغط على الناس تاع غابط على ذكر الفولات شي دوا عليه.
اسمح لي نقاطعك، اللايف غير سالي دابا، غير سالي بقات لي شي 10 ثواني، انا نحبسو ونرجع ندير واحد اللايف فيها 10 دقائق ما نفوتهاش، اشرح لهم في يلا بوناسيون نحبسو يلا.